اول حاجه صرف محمد اونازم صرف ليه كبير انه غادي يكون من اللاعبين اللي غيكونوا تيتناداو عليهم في داخل المجموعه. تنبغي نشكر اللاعبين ولا الاطار سي حسين عموته اللي وقف معايا وخدم معايا انا باش وصلت لهذا المجهود هذا. دا غيعطيني واحد الدفعه ان شاء الله وواحد العزيمه انني نزيد نخدم ونشاهد ان شاء الله باش نقول الكلمه ديالي للمستقبل ونحمل القميص المنتخب الوطني ونعطي الاضافه ونفرح الجماهير المغربيه اللي باقا تنتظر الشيء الكثير من محمد اونازم. هذا الكاس بالنسبه للفريق الجماهير الوداد يعني كاس اللي غاليه عليهم وكاس اللي متعطشين له وباغينها يعني واحد المده طويله اللي ما خداوش هذا الكاس هذا. بدورنا حنا اللاعبين اجتمعنا وهضرنا ومع المدرب يعني عازمين باش ناخذوا هذه السنه دي لا بغى الله ان شاء الله الكاس هذا اللي غنهديوه للجماهير ولا للمكتب المسير ولا الستاف. ان شاء الله غنبقاو نجراو مقابله بمقابله ان شاء الله تنوصلوا للمبتدا ديالنا ان شاء الله اللي حنا فزنا اليوم على الفريق ديال الكوكب. يعني بقى عندنا واحد المقابلات ان شاء الله جاي يمكن كونتر بركان. تنتمنى ان شاء الله نكونوا في الموعد ان شاء الله ونهديوا هذا اللقب وهذا الكاس الغالي للجماهير الوداديه.